بتكلم من شوية مع الأستاذة داليا وسألتها هل عملت نوع من أنواع الاتصالات مع الوفد لسرعة عودة السياحة البريطانية اللي موقوفة حاليا إلى القاهرة، فقالت لي أنه فتحنا الكلام ده وكمان حضراتكم استجبتم لدرجة أن أنتم عملتوا مجموعة من الاتصالات التليفونية أثناء وجودكم هنا مع مصادر في الحكومة البريطانية. نحن على وعي كامل بأن السياحة أو وقف الرحلات إلى شرم الشيخ قد سبب الكثير من المشكلات، ليس فقط للفنادق في شرم الشيخ. نحن لدينا استثمارات ضخمة والتقينا مع عدد من المستثمرين عندما قمنا بزيارة مصر، وتحدثت مع وزير السياحة بالأمس في هذه الجزئية وقد قال بأن متوسط الإشغال 55%، وهذا المعدل أعلى من المعدلات التي سمعت عنها من قبل، ونحن نقوم باتخاذ تدابير لتعزيز العلاقات في هذا الأمر، ولدينا حملة في بداية العام مع الحكومة البريطانية واتخاذ قرار بهذا الشأن. فهمي في هذه الجزئية أنا آسف للمقاطعة وأرجو أن تحتملني في هذا السؤال، لأنه حادث الطائرة اللي عقبوا هذه الإجراءات بمنع السفر السياح البريطانيين شرم الشيخ هو حادث الطائرة الروسية، وبعض قال ما علاقة بريطانيا بهذا الموضوع، يعني روسيا من الممكن أن تمنع سياحتها خوفا على رعاياها أو زائريها من مزيد من الحوادث لا قدر الله. ثم على مدار الأربع شهور الماضية هناك وفود من ثلاث شركات بريطانية تحديدا لإجراءات السلامة والأمن موجودين في مطارات القاهرة ومطار شرم الشيخ، ويؤكدون كل يوم في تقاريرهم أن إجراءات السلامة المتبعة في مطارات المصرية إجراءات ممتازة ومتوافقة مع معايير السلامة الدولية. لذلك السؤال هو، الرأي العام في مصر يرى أن القرار البريطاني بوقف الرحلات إلى شرم الشيخ هو قرار سياسي وليس فني. نعم، هناك بعض الدوافع السياسية، لكن لم يتم اتخاذ القرار بأي طريقة تعكس أي من هذه أي تأثير على الاقتصاد المصري. أنا أقول بأن الحكومة البريطانية بما في ذلك رئيس الوزراء يتابعون ويفهمون جيدا كل القرارات التي يتخذونها وتأثيرها على الاقتصاد المصري. ونقطة أخرى، المخاطر التي تؤثر على معدلات البطالة وفقدان الوظائف، نحن نتفهم ذلك جيدا، وبالتالي نحن من خلال هذه المجموعة نحتاج إلى قرار بهذا الشأن. أعتقد أن ذلك كان فترة رئيس الوزراء كاميرون، وخلال الشهور الأخيرة حدث تطورات عديدة وكان هناك قضايا أخرى يتم تناولها. لدينا رئيس وزراء جديد السيدة مي، وتحدثنا في هذه الجزئية وهي كانت تتحمل مسؤولية وزارة الداخلية لمدة 6 سنوات وتحملت مسؤولية كبيرة في محاربة الإرهاب، وهي تعرف معلومات كبيرة جدا في هذا الشأن، ولا نستطيع نحن كمجموعة اتخاذ قرار في هذا الصدد، ولكن أعتقد أن رئيسة الوزراء لديها قضايا عديدة في هذا التوقيت، وسوف نتحدث معها في مكتبها بشأن اتخاذ قرارات من شأنها أن تكون في صالح الشعب المصري. كما تعلمون فنحن نحتاج إلى الاستمتاع في فترة الصيف، ونحتاج إلى السفر إلى شرم الشيخ والاستمتاع بهذا المناخ والشمس الساطعة هناك. نحن في عظيم الاشتياق لوصولهم لشرم الشيخ وكل المحافظات المصرية، لكن هو السبب سؤالي لأنه التصريحات التي تصدر من الحكومة البريطانية تقول أننا نحاول أن نقف إلى الدولة المصرية الآن ونحاول أن نعافي اقتصادها وعن طريق بعض المساعدات. فواحد من أهم طرق المساعدة الاقتصادية هي عودة السياحة، لأن تعرف أنها تدر العملة الصعبة وتساعد الاقتصاد الأجنبي، فهو ده التناقض اللي ما كناش فاهمينه.
أنا أعلم تماما وعلى وعي بذلك، وأنا بذلت ما في وسعي بالأمس ليلة الأمس و Really? قمت بالعديد من المحاولات مع زوجتي وهي لديها رغبة شديدة في لا مش بس الزيارة. زوجته ده هو اشترى ملابس قطنية كثيرة لزوجته. أنا قمت بجولة في التسوق واشتريت العديد من الملابس للزوجة Did you find the cotton clothes expensive? They were of the highest Egyptian quality and على مستوى من الجودة المصرية وقيمتها متوازنة معقولة. It was a hotel shop. لقد كان المحل في الفندق.